طيب، كنا المعمل اللي فات بدأنا نشتغل على يعني شوية كومبوننت كده في الإلكترونيكس. النهاردة برضو هنعمل يعني هنكمل شوية كومبوننت، بس هناخد كومبوننت أدفانسد شوية. يعني المرة اللي فاتت كنا أخدنا الريزيستور وعرفنا إزاي نقرأ القيمة بتاعتها ويعني توصلها في الدايرة. بعد كده عرفنا الليد وعرفنا إزاي إن إحنا نشغلها، وبعد كده شفنا السويتش إزاي نوصله. بعد كده عرفنا البريد بورد وعملنا فعلا توصيل للسيركت بتاعتنا. وكنا وصلنا اخر حاجه، عملنا كونكشن للسيركت بتاعت السنسور، بقى ان احنا استخدمنا ترانزستور بحيث ان هو يكون اوتوماتيك سويتش بتاعنا، ووصلنا الدايره بحيث ان انا يبقى فيه لو فيه لايت انتنستي عاليه يعني يبدا ان هو ايه يطفي الليد، ولو جيت خبيت على الليد او على ال دي ار اللي هو السنسور يعني اللمبه اوتوماتيك تنور بدل ما انا كنت بستخدم الميكانيكال سويتش العادي. فتعالوا كده نكمل شوية كومبوننت النهاردة. في كومبوننت هتبقى يعني بسيطة، هنحطها بس مجرد إن إحنا نذكر نفس الثلاث حاجات اللي كنا بنقول عليها، زي إن إحنا نميجر الفاليو بتاعتها، إزاي إن إحنا نتأكد إن هي شغالة مش بايظة، وتالت حاجة إزاي إن إحنا نوصلها في الدايرة. ففي عندنا البازر والبوتنشيومتر والكباستور، وبعد كده هنتكلم عن الدايد والترانزستور، وبعد كده هناخد شوية أي سي. طبعا يعني اي لاب المفروض ان احنا نكون يعني كنت برشح فيها ان احنا ننزل الكليه ونشتغل بايدينا، ولكن هتغلب على الحته دي يعني استثناء ان التاسك نفسها تبقى هاردوير بحيث ان انا اتاكد ان كل الناس يعني اشتغلت وعملت بايديها حاجه. الصوت تمام الاول وشايفين السكرين عندي ولا في مشكله قبل ما اكمل؟ تمام يا باشمهندس. طيب تمام. نرجع نفتكر بس قانون اوم، ان هو ده يعني القانون اللي احنا هنشتغل بيه، مش مجرد يعني هو بس بسيط وسهل، لكن هو افكتيف معانا في كل السيركتس اللي احنا هنشتغل بيها. ان فكره ان الفي بتساوي الاي في الار، ولو عايز احسب الباور فهتبقى الاي في الفي او الاي سكوير في الار، او الايكويشن الاخيره اللي هي كانت بتبقى في سكوير على ار. طيب ايه البازر ده؟ هو البازر ده مجرد كومبوننت عادي انا بستخدمه علشان اعمل جينيريك لتون او صوت يعني. لكن ده هيختلف بعد كده، يعني احنا عندنا في يعني الكترونكس تانية او في كومبوننت تاني بستخدمه عشان فكرة الفويس او الصوت اللي هو السبيكر. لكن ده مختلف عن السبيكر. السبيكر انا يعني بيبقى الرمز بتاعه طبعا بعيد عن ان هو مختلف، لكن السبيكر انا بستخدمه بحيث ان انا يعني بديله سيجنال اي سي، يعني بحيث على حسب السيجنال بالتردد بتاعها بيبدا ان هو يطلع لي الصوت، وده السبيكرز العادي اللي موجوده في التليفون او موجوده في الكمبيوتر. اي حاجه بتطلع صوت بديله الايه يعني فويس سيجنال هو بيطلعها. لكن هنا بالنسبه لي البازر هو دي سي. يعني ايه دي سي؟ يعني انا بديله فولت ثابت، وليكن مثلا البازر ده بالنسبه لنا هيبقى 5 فولت، فلما بابلاي عليه 5 فولت وبالبولاريتي بتاعته، هو عباره عن بنتين وبيبقى فيه نوتش كده على الفريم بتاعه من بره بيعرفني مين البن البوزيتيف. فلما بطلع له يعني بابلاي عليه ال 5 فولت دي بيطلع تون ثابته، يعني هو بيطلع ساين ويف ثابته كده، فبتبقى اكنها صوت صفاره. ودي بنشوفها في يعني في اغلب الاجهزه اللي بيبقى فيها انذار، يعني زي عندنا مثلا في الكيب في الكيسه بتاعت الكمبيوتر بيبقى فيها بازر. لو في مثلا ساعه قديمه شويه اللي هو المنبه بتاعها بيبقى فيه برضو بازر اللي هو بيعمل منبه بسيط وهكذا. فده كده الكومبوننت بتاعنا بنستخدمه لو انا محتاج ان انا اعمل حاجه زي الارم او كده. تمام، فهو مجرد له طرفين، طرف بوزيتيف وطرف نيجاتيف، بابا محتاج بس اعرف النوتش اللي عليه بحيث ان انا بحدد مين البوزيتيف، ولو عايز اشغله يبقى هابلاي عليه 5 فولت، لو عايز افصله يبقى انا هشيل من عليه الفولت ده. ده اول كومبوننت معانا ويعتبر كومبوننت بسيط يعني. طيب الكومبوننت اللي بعد كده ومهم جدا بالنسبه لنا هو البوتنشيومتر. البوتنشيومتر ده عباره عن مقاومه، بيبقى ليه مقاومه اللي هي الماكسيمم فاليو بتاعته كام. فانا عندي هنا ديت 100 كيلو اوم، يعني 100000 اوم، وبيبقى له 3 بنات على خلاف يعني المقاومه العاديه. طب انا بستفاد منه في ايه، او هو طريقته طريق توصيله ازاي؟ انا ال 100 كيلو اللي بتبقى مكتوبه على الفريم نفسه ده، دي بتبقى المقاومه الكليه ما بين الطرف الاولاني والطرف الثاني. يعني لو عايز ابص على المقاومه هتبقى هي الشريط اللي كامل ده كده، ده كده بالنسبه لي المقاومه ال 100 كيلو.
طيب هستخدمه ازاي؟ قال لي انت ممكن تاخد منه، بيبقى فيه سلوت في النص كده او سلايدر، ده اللي هو اللي انت بتعمل له روتيت، فده كده على حسب البوزيشن بتاعه بيدي لك مقاومة متغيرة ما بين الطرف ده وما بين الطرف ده، يعني اكنه قسم المقاومة اللي هي 100 كيلو لمقاومتين متوصلين سيريز مع بعض. طب انا هستفاد من كده في ايه؟ قال لي والله عندك حاجة من اتنين، لو انت استخدمت طرف واحد منه يعني الجزء ده بس وشلت الطرف ده، فانت ده كده هتستخدمه اكنه مقاومة متغيرة على حسب البوزيشن بتاع السلايدر، لو هو البوزيشن مثلا واقف هنا يبقى انت كده المقاومة بين الطرف ده والطرف ده عبارة عن 0 اوم. طيب كل ما هتبعد السلايدر ده وتحركه في الاتجاه ده يبقى انت كده بتزود المقاومة الايه اللي موجودة هنا، لحد ما توصل لفين؟ لحد ما توصل ان البوزيشن بتاعك لو موجود كده، ان انت حركت السلايدر لحد ما وصلت للنهايه، فانت كده خليت المقاومه بين الطرف ده وما بين الطرف ده، هتبقى المقاومه الكليه اللي هي ايه 100 كيلو اوم. ده كده لو انت هتستخدمه كفاريبل ريزيستور، يعني انت عايز مقاومه متغيره فانت هتستخدم طرفين بس، فهيبقى معاك مقاومه متغيره من اول زيرو لحد الماكسيمم فاليو اللي مكتوب. طيب الاستخدام التاني والاهم بقى بالنسبه لنا ايه، اللي هو البوتنشيومتر يعني فانكشن نفسها، ان انا دلوقتي بيبقى عندي الثلاث بنات دول بوصلهم بباور وجراوند، فانا بيبقى عندي دي كده مقاومه اللي هي المتغيره، وده كده السلايدر بحدده من اول البوزيشن بتاعي كزيرو لحد الماكسيموم، وهنا بالنسبه لي بوصل بجراوند. فده كده لو مثلا عملنا ابلاي ل 9 فولت او ايا كان قيمه الفولت بتاعنا كام، وده كده الجراوند اللي هو 0 فولت، فانا دلوقتي لما بحرك السلايدر ده من اول البوزيشن ده لحد الاخر، فانا كده اكني عامل فاريبل فولت. الفولت ده هيتغير من كام لكام بقى؟ لو البوزيشن بتاعي موجود فوق خالص يبقى انا كده واخد التسعة فولت كاملين، لو البوزيشن بتاعي نزلته لحد الاخر تحت يبقى انا كده موصله او الفاريبل فولت ده قيمته هتبقى 0 فولت. ان بتوين يبقى انا بتحكم في قيمه الفولت دوت من اول 0 لحد 9. طيب حد يعرف هي الرول اللي بتحكم الكلام ده ليه؟ يعني انا ليه لما بحرك البوزيشن ده بيديني فاريبل فولت من 0 ل 9؟ ايه القانون اللي هيبقى حاكم ليها؟ محتاجين حد فولتج ديفايدر. بالظبط فولتج ديفايدر، يعني اكن الشكل ده بالظبط للسيركت هو عباره عن مقاومتين، وانا دلوقتي بقيس الفولت في النص هنا، فلو هو موجود فوق خالص يعني دي كده 0 اوم ودي كده بالنسبه لي ال 100 كيلو، يبقى انا كده دلوقتي واخد الايه اكن عامل شورت سيركت على ال 9 فولت، يعني واخد ال 9 فولت كامله. طب لو مثلا خليتها دي 50 ودي 50، يبقى انا ساعتها دلوقتي الفولتج ديفايدر هيبقى الفولت ده عبارة عن قيمة الـ R2 اللي هي 50 على مجموع الاتنين اللي هو هيبقى ثابت دايما بكام؟ ب 100. يبقى أنا دلوقتي واخد نص الإيه الفولت الـ VCC، يبقى أنا دلوقتي بقول لك إن هي 4.5 فولت. فأنا على حسب بقى كل ما هزود قيمة المقاومة اللي تحت اللي هي الـ R2 يبقى أنا دلوقتي بزود الفولت إن هو يقرب للتسعة، كل ما هقلله يبقى أنا بقلل الفولت لحد ما إيه يوصل زيرو. فده كده الاثنين الاستخدامين اللي انا بحتاجهم، يا اما استخدمه كفاريبل فولت ان انا اديله باور من بين الاخيره وليكن دي مثلا هوصلها بالتسعة فولت ودي هوصلها بالجراوند، يبقى كل ما هغير السلايدر ده يمين او شمال يبقى انا بغير الفولت على البندان اللي في النص دي. دي لو انا محتاج ان انا استخدم ايه؟ استخدمه كبوتنشيومتر وان هو فعلا يطلع لي فاريبل فولت من البند اللي في النص. تمام كده؟ ده كده من ناحيه الكومبوننت التاني اللي هو الايه؟ البوتنشيومتر. طيب في بقى ثلاث رموز عايزين لما نشوفهم في السيركت نبقى عارفين ايه الرمز بتاعه. دي كده بالنسبه لنا عباره عن ايه؟ حد يعرف يقول اللي هو الرمز الاولاني ده؟ مقاومة عادية بالظبط، دي اللي هو هنسميها فيكسد ريزيستور. تمام؟ طب دي تاني واحده مقاومة متغيرة بالظبط، دي كده بنسميها variable. طب ال variable دي ليها كام بن؟ انا عندي هما بنتين برضو بس على حسب السلايدر اللي انا بحركه بيغير لي قيمة المقاومة دي من الاولى للاخر. طيب اللي ليها 3 بنات الوحيدة يبقى ده كده بنسميه ايه؟ ده كده بنسميه اللي احنا لسه واخدينه اللي هو الايه؟ بوتنشيومتر. تمام؟ ده اللي انا فعلا هديله باورنج من بن واوصل البن التانية بجراوند، يبقى انا كده دلوقتي واخد ايه؟ variable voltage في البن اللي في النص دي.
تمام كده. وزي ما قلنا احنا ممكن نستخدم التونسيومتر كفاريبل ريزيستور بس لو استخدمنا ايه بنتين بس، يعني ممكن اخد الجزء ده مع الجزء ده، يبقى انا كده دلوقتي كل ما اغير السلايدر هغير المقاومه اللي ايه اللي ما بين البنتين دول وخلاص، في واحده تانية مش هستخدمها وخلاص. تمام كده. طيب الكومبوننت اللي بعد كده هو الكباستور. الكباستور ده مجرد ان هو ايه، يعني ممكن نبص له ان هو عباره عن بارلل بليت، اتنين بليت ميتال كده موجودين قصاد بعض، وكل الوظيفه بتاعته ان انا بستخدمه علشان ان هو يستور شارج معين. هي السكرين لسه شيرد معانا ولا قطعت؟ شغالة شغالة. تمام. طيب انا بستخدمه في ايه؟ زي ما قلت لكم ان انا بستخدمه علشان اعمل ستورنج لايه؟ للدي سي تشارج يعني. والقانون بتاعها اللي هو الاساسي، يعني ابسط قانون ممكن نستخدمه، ان انا بالنسبه لي الكيو عباره عن السي في الفي. مين الكيو؟ دي كده اللي تشارج، اللي هو يعني كميه الشحنه الكهربيه اللي هو عامل لها ستورنج على البليتس بتاعتها. وفي منهم بليت بيبقى عليه اللي هو الموجب، والبليت تاني بيبقى عليه السالب. طب السي دي اللي هي الكاباستنس، اللي هو بالنسبه لي السعه بتاعت المكثف ده. وعندي هنا بالنسبه لي الفي اللي هو الفولت الابلايد عليه. فدي كده القانون اللي اقدر استخدمه عشان اعرف هو فيه تشارج قد ايه موجوده على الكباستور ده. طيب يبقى انا افهم من كده ان عند نفس الفولت، لو احنا ثبتنا مثلا ان الفولت ده قيمته 9، كل ما هزود السعه يبقى انا كل ما بزود الايه التشارج اللي انا اقدر اخزنها وهكذا. تمام. طيب اهم رول يعني ابقى محتاج ان انا بفهمها بالنسبه لي في الكباستور ده، ان الكباستور ما بيقبلش sudden change في الفولت بتاعه. بمعنى لو هو شاحن بشحنه معينه، يعني وليكن مثلا الفولت الابلايد عليه مع الشحنه دي كان 4.5 فولت، فلما تعرضوا للسيركت او يبقى فيه تشينج في السيركت بتاعي، عمر ال 4.5 فولت دول يوصلوا صفر مفاجاه، لا هو هيقعد يديسشارج مع الوقت ويبدا ان هو يتشارج برضه مع الوقت. فبيبقى فيه كيرف دوت هنعرفه في السلايد الجاي. طيب اعرف قيمه المكثف ازاي؟ قال لي والله انت عندك نوعين من المكثفات، في مكثف بنسميه سيراميك، والسيراميك ده القيمه بتاعته بتبقى كودد، يعني عندي حاجه زي 104 ده. ال 104 ديت لو عايز افسرها هتبقى بالظبط نفس طريقه التفسير بتاعت الريزيستور. فاكرين الريزيستور كنت بعملها ازاي؟ كان بيبقى عندي فيه 3 كولر كده، فببدا اقول ان انا عندي هنا دي نمبرز بكتبها وعندي ده مالتبلاير، فهي نفس الكلام بس الرقم جاي لي جاهز. يعني دلوقتي الرقم هنا بالنسبه لي عباره عن 10 في 10 اس 4، ال10 دي اللي هي اول رقمين موجودين، وال4 دي اللي هي المالتبلاير اللي موجود. بس الوحده في الحاله دي بتبقى بالبيكو فراد، بيكو فراد. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي 10 اس 5 بيكو، ده معناه ان الكباستور دوت قيمته قد ايه؟ حد يعرف؟ حوالي 1.1 مايكرو. بالظبط، اللي هو لو حولنا البيكو فبيتحول لايه الاول؟ لنانو، يعني ده عباره عن هو المفروض 10 اس 5 بيكو فاراد، اللي هو بالنسبه لنا لو قسمنا على 1000 يعني، فده كده بالنسبه لنا يبقى 10 اس 2 نانو فاراد، اللي هو بالنسبه لنا بالمايكرو هيبقى ايه؟ 1/10 مايكرو فاراد. تمام؟ ف يعني لو انا عايز قيمه كباستنس تكون اقل من 1 مايكرو، دايما هلاقي ان السيراميك هو اللي موجود، لكن من بعد ال1 مايكرو ببدا ان انا اشتغل على ايه اللي هو الالكتروليتيك كباستنس ده. طيب الفرق بين الاثنين من شكل الرمز بتاعه، هل ده كده بالنسبه لي بولر، يعني له موجب وله سالب از ان هو سيراميك؟ هل في الرمز بتاعه في حاجه تدل ان في طرف موجب وطرف سالب؟ لا بالظبط. يبقى انا بالنسبه لي وانا شغال بالسيراميك انا ما يهمنيش اوصله فين الموجب وفين السالب، لانه هو ملوش بولاريتي. لكن في الالكتروليتيك كاباستنس لا، قال لي ان انا بيبقى عندي حاجه من اتنين، يا اما طول الرجل نفسها، لو انا شاري كاباستور جديد فهتلاقي ان في بن قصيره شويه يبقى دي النيجاتيف، وعندي بوزيتيف اللي هي الطويله، او من النوتش اللي هي مجهوله عليها هتلاقي في لون جراي كده متعلم جنب بن معينه، ده كده بيكون برضه هو مين النيجاتيف. فده كده لازم تبقى ايه واخد بالك من النقطه دي، فان كيس ان هو جايبه مثلا والسلك بتاعه نفس الطول فانت لازم تبص على النوتش. طب لو ما لقيتش النوتش دي،
هل ممكن يعني توصله باي وسيله؟ قال لك والله يعني لو ابلكيشن ما فيهوش يعني باور عالي او تشارج عالي هيتخزن عليه، فانت يعني مش شرط ان انت ايه تلتزم بالقاعده دي. لكن لو حاجه فيها تشارجز عاليه زي الباور سبلاي او حاجه من الحاجات دي، فلا يعني انت ممكن تعرضه للتلف لو هو ايه يعني وصلته بشكل غلط من ناحيه البولاريتي بتاعته. فانا لازم اتاكد من البولاريتي امانا ليا وامانا لايه للسيركت، بحيث ان انا ما يوصلش ان هو الايه الكباستور دوت يبوظ. لان الكباستور يعني لما بيبوظ بيكون غالي شويه، يعني هو ممكن يعني مش ممكن، هو لما بيبوظ بينفجر، فالانفجار ده ممكن يأذيني، فانا ليه اوصل لحاجه زي كده؟ تمام. طيب من ناحيه بقى الشحن بتاعه او كده، فاعتقد احنا خدناها في الميجر وخدناها في حاجات كتير، حته الايه اللي تشارجنج كيرف ده، دي المعادله بتاعته. ان انا لو دلوقتي بعمل ابلاي لباور سبلاي اسمه في انبوت، وبعمل عمليه الشحن من خلال مقاومه ار، والكباستنس بتاعه الكباستور ده هي عباره عن سي، فانا لو عايز اعرف قيمه الفولت اللي عليه خلال الوقت اول ما بعمل ابلاي للفولت ده كام، فبتبقى الايكويشن بتاعتها بالشكل ده. طيب حد يعرف الار سي القيمه دي بنسميها ايه؟ تاو بالظبط، التاو، او اللي هو بنسميها تايم كونستانت. مين هو التايم كونستانت طيب؟ هو الزمن عشان الشحنة توصل ل 63% من الشاج بتاعها. بالظبط، ان انا دلوقتي الار سي دوت هي القيمه او الوقت اللي بياخده الكباستور ده عشان يشحن ويوصل لقيمة 63% من التشارج بتاعته. طيب بعد 2 ار سي، يعني انا دلوقتي عندي ار سي عديت تايم كونستانت، فالتشارج قلنا ان هي هتبقى عبارة عن 0.63، هو المفروض 0.63 من الفول ايه فولتج اللي هو المفروض كان يكتسبه. يعني دلوقتي لو عامل ابلاي ل 9 فولت او خلينا نقول 10 فولت، يبقى المفروض بعد تايم كونستانت المفروض الفولت دلوقتي يبقى عليها تقريبا 6.3 فولت، صح كده؟ طب بعد 2 ار سي، يعني بعد كمان تايم كونستانت، المفروض الفولت بتاعنا هيكون كام؟ هيكون ال V input كله لا V اللي هياخده كله لا، انا بالنسبه لي عند التايم كونستانت قلنا ان هو بيوصل ل 63% من الفول رينج اللي هو المفروض كان ايه يشحن. طب دلوقتي هو بعد تايم كونستانت وصل ل 63%، يعني هنا دي كده بالنسبه لنا لو قلنا دي كده 6.3 او اللي هو ايه 63% من الفي انبوت، يعني ده كده بالنسبه لنا التايم كونستانت اهو. فانا بعد كمان تايم كونستانت يعني في الوقت ده كده المفروض ان هو برضه عمره ما هيوصل للفاينل، ده هو ايه وصل لجزء معين، الجزء ده هيبقى قيمته كام؟ طيب المعلومه اللي انا عايزك تعرفها عن التايم كونستانت هو التايم اللي بياخده علشان يشحن 63% من الجزء اللي باقي له على الفاينل فاليو، مش ان هو كل مره بيحسبها من الفاينل فاليو. بمعنى تعالى كده نقول ان احنا كان عندنا الفاينل فاليو هنا 10 فولت، تمام، وانا اللي تشارج في البدايه كانت زيرو، فبعد واحد تايم كونستانت هو هيوصل ل 63% من اللي تشارج دي، فهيوصل 6.3 فولت. فده كده بالنسبه لنا قيمه الايه التايم كونستانت. طيب السؤال بقى دلوقتي، لما هو وصل 6.3 فولت، هو كده باقي له كام علشان يوصل 10؟ ايه الفولت اللي باقي له؟ 3.17 3.7، يبقى بعد كمان تايم كونستانت هو هيشحن 63% من القيمه اللي باقيه له اللي هي ايه 3.7. يبقى لما احسب بقى، حد يحسب لنا كده على الاله حاسبه 63% لما نحسبها من ال 3.7 تطلع كام؟ ادي 3.7 هيبقى 2.31. 2.31. طيب نجمعها بقى على القيمه القديمه، يعني انا دلوقتي ده الفول سكيل بتاعي الحالي اللي هو 3.7، لما اخد 63% منه احنا قلنا ان هي قيمتها 2 و3، لما نيجي بقى نجمعها على القيمه القديمه اللي هي 6 و3 يبقى هيوصل لكام؟ تقريبا 8.6.3.1 8 و6 تقريبا يعني. فانا هنا بالنسبه لي دلوقتي 8 و6، لو قلنا دي كده 6 وادي 7 وادي 8 وادي 9، يبقى 8 و6 تقريبا هتبقى ايه في الجزء ده كده.
يبقى ده كده عند 2 ار سي، ده هنا عند ار سي. طب بعد 3 ار سي، بعد 3 ار سي يبقى انا كده بتكلم برضو، هو الجزء اللي باقي لي كام؟ انا وصلت 8 و6 من 10، يعني باقي لي على الفولت اللي انا بشحنه علشان اوصل لل10 هو كام؟ 1 و4. يبقى بعد كمان 1 تاو يبقى انا المفروض اوصل ل 63% كمان من القيمه اللي باقيه. يبقى انا هقول 1 و4 من 10 في 0.63، فيطلع ان هو ايه؟ هيشحن 0.88 من الفولت ده. تمام؟ فلما نيجي نجمعه على القيمة القديمة اللي هي 8.6 من 10 تطلع تقريبا 9.5 فولت. يبقى هو في المرة الجاية لما أجي أستنى كمان آر سي هيوصل لكام بوينت، أو دي كده آر سي كمان اللي هو 3 آر سي، فهنا هيشحن تقريبا 9.5 فولت. تمام، وهكذا. يبقى أنا كل تايم كونستنت أنا بشحن 63% من القيمة اللي باقية على الفاينل فاليو. تمام، ده كده بالنسبه لي ده مفهوم التايم كونستنت. عشان كده بنقول ان هو ثيوريتيكال، هو عمره ما هيوصل للفاينل فاليو، لان كل ما هيبقى فيه مسافه على الفاينل فاليو انا بعمل بشحن منها كام؟ 63%، فعمري ما هوصل للفاينل فاليو ثيوريتيكال. لكن من ناحيه البراكتيكال بيقول لك بعد 5 ار سي انت تقريبا هتبقى وصلت 99 وجزء كبير من ايه؟ من الفاينل فاليو. فهنعتبر ان احنا براكتيكالي بنقول 5 تايم كونستنت يوصلك للي انت عايزه. تمام، ده كده الايه المفهوم بتاع التايم كونستانت في الكباستور يعني. فدي كده معادله الشرح، انا بقول ان هي عباره عن الفي انبوت، وده الرقم ال10 اللي انا بدخله في واحد ناقص الاي اس سالب تي على ار سي. تمام، والار دي مش شرط هتكون حاجه واحده، يعني ممكن السيركت يكون فيها اكتر من مقاومه متوصلين، فانا محتاج اعرف هو توتالي بيعدي التشارج اللي جاي من الباور سبلاي رايحه للكباستور بتعدي على توتال مقاومات قد ايه؟ يعني مش لازم تكون ان هي قيمه واحده، ممكن حاجه هتكون نتورك كامله بحسب لها التوتال ريزيستنس عشان اعرف هو بيشحن او التايم كونستنت بتاعه هيكون كام. تمام كده؟ طيب في حاله الديس تشارجنج نفس الفكره، بس دلوقتي بقى خلاص انا كان في تشارج موجود على الكلاستور وبحاول ان انا افضيها من خلال ايه؟ اللود بتاعي. فانا هنا بالنسبه لي دلوقتي الفي بدل ما قانون الشحن كان عبارة عن واحد ناقص، بيبقى بالنسبة لي هنا الايه الفي على الكباستور ايكوال الفي زيرو اللي هو اقصى قيمة او القيمة اللي كان عامل لها تشارجنج قبل ما ببدأ اعمل ديس تشارج، مضروب على طول في اي اس سالب تي على ار سي. ده كده القانون بتاع الايه الديس تشارج. وهتلاقي برضه ان هو ايه كل تاو بيقل 63% من القيمة اللي هو المفروض ايه كان شاحنها أو اللي باقية له على الزيرو. فهنا دلوقتي هو فضى في خلال واحد ار سي فضى 63% من التشار، بعد كده خلال كمان تاو فضى 63% من القيمة اللي باقية، بعد كده كمان تاو فضى 63% وهكذا. فبيقول خلال 4 تاو أو 5 تاو ثيوريتيكالي هو ما وصلش للفاينل فاليو اللي هي زيرو هنا بالنسبة لنا، لكنه إيه؟ براكتيكال بيكون تقريبا وصل للزيرو بالنسبه لنا. تمام، فده كده اللي هو الايه الكباستور. طيب بعد كده بقى دي بدايه تعاملنا مع يعني جزء الادفانسد شويه او السيمي كوندكتورز. فانا عندي اول مثال بالنسبه لي هنا اللي هو الدايب. الدايب ده ببساطه شديده هو عباره عن كومبوننت له بولاريتي، ان هو له طرف نيجاتيف وطرف بوزيتيف. بعرفهم منين؟ بعرفهم من النوتش اللي موجوده، بيبقى فيه حاجه جراي، خط جراي كده على بين من البنات، فده كده بالنسبه لي هو النيجاتيف، وعندي البوزيتيف هيبقى الطرف الثاني. فبيبقى شكله كده يا اما لونه اسود وعليه النوتش جراي، فده كده بالنسبه لنا اللي هو الدايد، او لو زينر في الغالب بيكون لونه يعني ترانسبيرنت كده شويه وفي مايل للاحمرار، وعندي بيبقى فيه نوتش سوداء موجوده على الايه؟ النيجاتيف بين بتاعته. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ او يعني بستخدم الدايب ده في ايه؟ فالدايب ده مجرد ان هو حاجه بتعدل التيار في اتجاه وبتعمل له يعني بتمنعه في الاتجاه التاني، يعني هو بالنسبه لي ايه بستخدمه از ان هو ريجليتور كده. ف التيار بيعدي في انهي اتجاه؟ بيعدي من البوزيتيف للنيجاتيف فقط، يعني هو من الرمز بتاعه كده بيسمح السهم ده بيقول السهم على الاتجاه اللي يسمح فيه بمرور تيار. لكن لو حاولت ان انا اخلي الفولت هنا هو الموجب
يعني عملت مثلا ابلاي ل 2 فولت وهنا زيرو جراوند، فهتلاقي ان هنا ايه مفيش كارنت بيعدي وهو خد الفولت كام. في انالوجي يعني هو تشابه ما بينه وبين حاجه ممكن نعملها بالووتر سيستم يعني، فبتبقى حاجه شبه الايه الحاجه اللي قدامنا دي. طيب الرسمه دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي اولا في يعني نوتش كده او ستيب موجوده هنا، فده لو انا بحاول احرك ووتر او كارنت فلو يعني في الاتجاه ده، فهنا دلوقتي النوتش دي هتمنع مرور التيار، يبقى ده كده بيقول لي ان الاتجاه ده فوربيدن بالنسبه لي. طب لما المايه تبدا ان هي في كارنت فلو من الناحيه دي، قال لك والله عندي دلوقتي في يعني في سبرينج الاول محتاج ان انا يبقى الكارنت اللي بيعدي يعني يكون قوي انف ان هو يزق السبرينج دي، وبعد كده يبدا ان الايه الكارنت فلو يمشي عادي، لان النوتش هنا بالنسبه لي بتمنعه في الاتجاه ده، لكن الاتجاه ده بالنسبه لها تمام. طيب الشكل دوت لما بنيجي نبص عليه بقى دلوقتي هو بيبقى عباره عن ايه؟ قال لك والله الدايود دوت علشان تشغله في سيركت هو بياخد فولتج دروب الاول اللي هو هنخليه مجازا 7 من 10 كونستانت، بيبقى ده الفولتج دروب عليه، وبعد كده ما زاد عن 7 من 10 يبدا يمشيه في السيركت. بمعنى زيه زي الليد كده، لما كنا بنعمل المعادله بتاعت الليد في هنا باور وبعد كده ريزيستور وبعد كده في ليد، واتفقنا ان الفرق بس بالسهمين اللي هنا بيعبر عن ان في ضوء بينبعث. فلو انا عايز احسب دلوقتي قيمه الار، كنا بنقول ان انا عندي هنا بابلاي وليكن 9 فولت، بطرح منها قيمه الفولت اللي هتاخده الليد اللي هي كانت ساعتها 2 فولت، والباقي هيكون على الايه؟ على المقاومه اللي هي ال 7 فولت الباقيين. هنا نفس الكلام، لو انا بتعامل مع دايود يبقى الفولت دروب اللي هياخده الدايود ده هو عباره عن 7 من 10، والباقي هيبقى ايه بالنسبه للكومبوننت الباقيه في السيركت. فاحنا لما نيجي نبص على الكيرف بقى، يعني احنا زي ما عملنا كيرف مثلا بيشرح السلوك بتاع الكباستور، ففي عندنا كيرف برضو بيقول لنا ايه اللي بيحصل في الدايود. الكيرف ده عباره عن ايه؟ بيقول لك والله لو انا عندي هنا دلوقتي ده الفولت الابلايد عليه، وانا هنا بقيس الايه الكرنت اللي ماشي فيه. فهو الكيرف بتاع الدايت بيبقى حاجه شبه كده، ان هو بيبدا زيرو وبيزيد بمعدل صغير جدا، ويجي عند 7 من 10 يبدا ان هو ايه يوصل اكسبوننشال كده. فده كده بنسميه اللي هو الايه يعني الفولت الفورورد فولتج اللي هو بيعمل. يبقى انا محتاج علشان اعدي كرنت باي قيمه انا عايزها، محتاج على الاقل يكون الدايت ده عليه 7 من 10 فولت، وبعد كده ايا كان بقى الايه الكرنت اللي بيعدي هو تقريبا بيفضل ثابت على 7 من 10. طبعا ده برضه بيبقى يعني ايه يعني ايديال كيس، او ان هي حاجه بنفترضها كده كاسامبشن عشان نسهل الحسابات علينا، لكن الطبيعي او الواقع ما بيكونش الايه الموضوع ان هو خط كده وطالع على طول فيرتيكال، لا هو بيبقى له ريزيستور متغيره برضه، بس تسهيلا فاحنا بنفترض ان هو ايه فيكسد 7 من 10 فولت، وبعد كده الباقي بيكون على السيركت التاني. فده كده بالنسبه للايه الدايت. فأي ابلكيشن او اي مكان انت عاوز تستخدم فيه ان انت يعني تمنع مرور التيار في اتجاه وتسمح للاتجاه التاني، فانت هنا الابلكيشن بتاعك ده هيبقى محتاج ان انت تستخدم دايت. والدايت ده يعني انا بستخدمه في ابلكيشنز كتير، خاصة وانا بتعامل مع الاي سي فولتج. يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي سورس هنا، ده الباور بتاعي عبارة عن اي سي فولتج اللي هو عبارة عن ساين ويف بالشكل ده، وأنا جيت دلوقتي رحت عامل مستخدم دايت وده كده ابلايد على ريزيستور الفولت، لو أنا جيت أقيس دلوقتي السيجنال اللي موجودة هنا، أنا دلوقتي الاي سي هو عبارة عن alternating فولت، مرة هيبقى بوزيتيف ومرة بتبقى القيمة بتاعته نيجاتيف. فلو القيمة بتاعته هتبقى بوزيتيف اللي هو في الجزء ده كده، يبقى التيار هيعدي عادي في الاتجاه ده، يبقى أنا دلوقتي كونت الايه النص البوزيتيف من الويف. طب لما الفولت يكون نيجاتيف، هل في تيار هينفع يعدي في الاتجاه ده؟ ما هو معنى ان دي كده نيجاتيف فولتج ودي كده زيرو اللي هو الجراوند بتاعنا، يبقى البوتنشال عند الزيرو اعلى من النيجاتيف، يعني المفروض الكرنت يعدي في الاتجاه ده. فلما يبقى في موجود عندي هنا دايود، يبقى اكيد الايه الكرنت مش هيعدي، فهتلاقي ان هو مفيش سيجنال عدت هنا في النص النيجاتيف، بعد كده يعدي البوزيتيف وايه ويكت النيجاتيف. فده كده بالنسبه لنا ان هو يعني ممكن نستخدمه از ان هو باور سبلاي عادي، يعني هو بيوحد لك الفولت ان هو يمشي دايما في اتجاه موجب ويشيل الجزء السالب. فده كده ممكن نلاقيه سيركت بالبساطه دي موجوده عادي في اللمبات الليد اللي احنا بنشغلها في البيت، هو الاي سي فولتج
بينور الليد في النص الاولاني، والنص التاني تلاقي ان هو ايه طفى، بس من الفريكوانسي العاليه ما بنلاحظش ان هي بتنور بطري.